بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن مثل هذه الأحداث وفاة الأخ العزيز سي عبد الله بها وقبله الأخ الزيدي بهذه الفجاءة، فالإنسان تأتيه مثل هذه الأحداث مفاجئة وتنبهه إلى أن الموت بالقدر، الموت بالأجل، ماشي بالسن، ماشي بالمرض، ماشي بأي شيء من هذا، لأن الإنسان يستغرب كيف وقع هذا الحدث، ولا الحدث ديال الأخ الزيدي كذلك، لكن حينما يعلم ويتأكد بأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الموت تأتي فجأة وأن الإنسان لا يمكن أن يعيش أكثر من عمره، فيكون الحدث أليم ويكون الفراق صعب، ولكن المؤمن في هذه المناسبة يقبل قدر الله وقدر ديالو ويستسلم لقدر الله وقدره ويأخذ العظة ويأخذ الدرس ويراجع نفسه ويستعد للمصير المحتوم الذي لا ينتظره والذي لا يعطيه الفرصة، ولا إذا جاء الأجل يأتي فجأة. فلذلك نسأل الله تعالى أن تكون هذه الوفاة درس وعبرة لنا لكي نستعد للقاء الله عز وجل، وأن يتقبل هذا الرجل في الصالحين. فالحقيقة أننا نعرف الأخ عبد الله بهام منذ زمن بعيد، أكثر من 25 سنة نعرفه وخالطناه عن قرب، رجل فيه صفات الإنسان المؤمن، الإنسان الخير، الإنسان الذي يحب الخير للناس، رجل يسعى بكل ما يملك لهداية الناس إلى الخير، لعمل الخير، لفعل الخير في سلوكه، في عمله، في تصرفاته، رجل الذي لا 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 تستفزه الأحداث، بل يتعامل بروية بثبات. وكنا في لقاءات كثيرة ومتعددة، يكون النقاش والحوار ربما صاخب وترتفع الأصوات، لكن كان المرحوم عبد الله دائما هادئا يعبر عن رأيه بكل قوة ولكن بسلامات صدر. ونعتقد أن فقدان الأخ عبد الله بها هو ليس أمرا هينا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الصبر والعزاء، وأن يرزق أسرته الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.